مدينة فاس أولى عواصم الدولة المغربية. تختزن هذه المدينة أكثر من 12 قرناً من التاريخ، بعدما احتفلت في سنة 2008 بمرور 1200 سنة على تأسيسها. في مدينة فاس تجتمع كل عناصر التراث الثقافي المغربي، من فنون العمارة المغربية الأصيلة إلى الحرف والصنائع التقليدية، ومنها فن الزليج. الزليج بطبيعة الحال نشأته ظهرت في المغرب والأندلس، يعني في نفس الوقت، من خلال نتائج الأبحاث الأثرية التي أثبتت على أنه هذا النوع من التزيين أو زخرفة الجدران والأرضيات في المنازل والقصور والمساجد وغيرها ظهرت منذ القرن 12 ميلادي، يعني إبان عهد الموحدين. لدينا بعض النماذج في القصبة بمراكش، وبعض النماذج الأخرى في بعض المدن بالأندلس، خصوصا الميريا. وظهر في المغرب في مراكش، ثم انتقل لفاس، وهنا في مدينة فاس أين يعني تطور بشكل كبير جدا. ويمكن أن نقول بأن الزليج ظهر في نهاية الدولة الإدريسية، أما الأكيد أنه اليوم توجد في القطع، أقدم قطع التي توجد في المغرب تعود إلى العاصمة الأولى للمرابطين في مدينة أغمات. في مدينة أغمات حيث وجدت القطع الأولى قبل مدينة بناء مدينة مراكش التي تعتبر العاصمة الرئيسة للدولة المرابطية. إذن الزليج المغربي ظهر منذ القرن التاسع، ويمكن أن نقول أنه عاش عملية المد والجزر ما بين الدولة المرابطية والدولة الموحدية، بحيث أنه كان بلونين، اللون الأبيض المكسر واللون البني. أعتبر بأن التاريخ الفني للأندلس انتقل إلى المغرب واستمر هنا، يعني إحنا في حال امتداد التاريخ الأندلسي، يعني اللي كان غادي يكون التطور اللي غادي يكون الفني والعمراني في الأندلس كان في المدن المغربية. ضمت مدينة فاس إلى جانب العواصم التاريخية الأخرى في المغرب كل أنواع العمران وأساليب البناء، وعرفت عمارتها منذ العهود الأولى كل الحرف المرتبطة بالفخار والزليج. أول إشارة تاريخية حول الزليج بمدينة فاس هو الفخار بصفة عامة. حينما نتكلم عن زليج نتكلم عن الفخار، هي ما ورد في زهرة الآس، حيث قال الجزنائي بأن بمدينة فاس في القرن الثاني عشر الميلادي كانت هناك ما يناهز 188 معملا لصناعة الفخار بما فيهم الزليج والفخار. هذا العدد ضخم جدا. ثم هناك إشارة أخرى تاريخية تؤكد على أن معامل الزليج ومعامل الفخار كانت خارج أسوار المدينة فاس. تحدث عن بالنسبة للمباني الدينية، عن المساجد، عن المدارس، عن الأضرحة، عن الزوايا، والمباني المدنية يعني بذلك القصور والمنازل، خصوصا المنازل الفخمة. إذا المباني العسكرية لم تكن موضوع أي تزيين أو زخرفة نظرا لوظيفتها العسكرية الدفاعية، والمباني النفعية إن شئنا أو الاقتصادية أو ذلك الشيء كانت بعيدة نوعا ما عن هذا النوع من الزخارف، لأنه الزليج مكلف على كل حال، ولم تكن هناك حاجة لتزيين بعض المباني التي تؤدي بعض الأدوار التجارية أو العسكرية. إذن أساسا موجود في الجوامع والمدارس وفي القصور والمنازل. ظهر في منطقة الإكستريمادورا كما ظهر في منطقة المغرب اليوم بمنطقة الأندلس. نتحدث عن قرطبة لأن عاصمة الأندلس الحقيقية، ونتحدث عن غرناطة كآخر يعني مملكة إسلامية في الضفة الأخرى، ونتحدث عن إشبيلية العاصمة الحالية لمنطقة الأندلس. إذن هذه المناطق كلها مشبعة اليوم بالزليج، ولكن لا توجد أوراج لصناعة الزليج، وهذه هو التناقضات، بحيث أنه في غرناطة هناك قصر الحمراء وما أدراك ما قصر الحمراء، وهنا في إشبيلية هناك ما يعرف بقصر ريال أركاساريس، وفي قرطبة هناك ما تبقى من الزليج في مسجد قرطبة، وفي منطقة سراغوسا توجد في مجموعة من الكنائس، وأيضا ما يعرف في قصر الجعفرية الذي يوجد في هذه المدينة، وهو مشبع بالزليج الأول.
حظيت العمارة الدينية في مدينة فاس باهتمام خاص من طرف المعماريين والحرفيين المغاربة في مختلف العصور. هنا داخل ضريح المولى إدريس الأزهر في قلب المدينة العتيقة نعاين تعدد أنواع وأساليب الزخرفة المغربية الأصيلة. لقد أبدع المغاربة في تحويل المباني الروحية إلى لوحات فنية تحكي قصة تضرب جذورها أعماق التاريخ. نتحدث هنا عن فنون الزخرفة والتزيين التي ميزت معظم الحواضر المغربية في مختلف جهات البلاد. إذا احنا بالنسبة لنا هذا الموروث الثقافي والحضاري اللي تندخلوا مثلا واحد المآثر تاريخية وتلقاوها عندها واحد مئات السنين، مدينة فاس دابا عندها 1200 سنة، بدعوا الأجداد ديالنا وخرجوا لنا واحد المنتوجات في المستوى، وتلقاو عندها واحد الفلسفة، هذيك الزخرفة عندها واحد الفلسفة ديال أنه الشعاب ديال الزخرفة تتخرج من واحد قطعة واحدة. إذن كاين واحد التوحيد باش أنه تتفرع منه مجموعة ديال الزخارف. نتحدث عن الزليج المغربي، وهذه هي خصوصية الإمبراطورية المغربية منذ الدولة الإدريسية إلى الدولة العلوية، هذه هي خصوصيتها، بحيث أننا نتحدث عن الزليج في جنوب المغرب ونتحدث عن الزليج في شمال المغرب، وهذه الكلمة لا زالت موجودة اليوم في المصطلحات المستعملة في إسبانيا. حتى كلمة أسوليخو إذا استبدلنا الخاء بالجيم أسوليجو فهي مأخوذة من الزليج، وحتى كلمة أليكاتادو فهي مأخوذة من كلمة القطع، هو قطع صغيرة، وحتى اليوم في البرتغال يسمى بالزليجو الزليج، ولهذا فكلمة زليج هي كلمة أندلسية خالصة طبعت المدن الأندلسية، خصوصا نتحدث عن تطوان ومدينة شفشاون، ولكنه انتقل أيضا إلى مدينة سلا بطبيعة الحال وإلى مدينة فاس وإلى مدينة مراكش. في مدينة فاس تظل المدارس المارينية نموذجاً فريداً للعمارة الإسلامية ذات الزخارف المتنوعة. نحن الآن داخل المدرسة البعنانية التي يعود تاريخها إلى أواسط القرن الرابع عشر الميلادي. في مختلف الأركان تظهر كل أنواع الزليج الذي تطور داخل أحياء هذه المدينة. تحكي المصادر التاريخية عن اهتمام خاص من طرف سلاطين الدولة المغربية بالمنشآت العلمية والدينية من الناحية الهندسية والزخرفية. ما يلاحظ في الواقع هو أن الزليج مرتبط بالمعمار الديني بصفة يعني كبيرة جدا، نجده في المدارس، في المساجد، في الأضرحة، في الزوايا إلى آخره، نجده أيضا في بعض الدور، لكن اعتماده في الدور قليل. تاريخه هو هذا، ارتبط بالمؤسسات أو العمومية العامة، سواء كانت مؤسسات مدنية أو دينية. يربط بعض الباحثين فن الزليج المغربي بالفسيفساء الرومانية التي ميزت مجموعة من المدن الرومانية القديمة في المغرب، إلا أن الباحثين المتخصصين يؤكدون على الاختلاف الواضح بين فن الزليج والفسيفساء الرومانية. فكلمة الفسيفساء أو موسايكو أو موزايك، هذه الكلمة كانت تنطق على الأشكال مكعبة إما حجرية وإما رخامية أو من الحصي أو حتى من الصدف، وهي أشكال قديمة جدا تعود إلى ما قبل التاريخ، يعني سطحت في منطقة المعرب، المنطقة الميزوبوطامية، حضارة الأشورية والبابلية والسومارية، هي هو منبع إذن الفسيفساء جامد، ثم انتقل فيما بعد قبيلة يعني ميلادة المسيح ظهر أيضا في منطقة الإغريق، ولكنه هذا الفسيفساء سطع بشكل كبير خلال الدولة الرومانية والبيزنطية ووصل إلى المغرب. والأكيد بأن المغاربة تأثروا بالفسيفساء، ولكنهم لم يستعملوا نفس الأشكال الفسيفساء، لأنه عبارة عن أشكال كما قلت سلفا مكعبة تتشكل مع بعضها البعض لتعطينا أشكالا حيوانية أو نباتية أو إنسانية، لكن الزليج هو قائم على أسسين،
الأساس المتمثل في الأشكال الهندسية وما يعرفون بالتسطير، والأشكال النباتية ما يعرف بالتوريق. العناصر الأساسية المميزة للزليج المغربي تختلف كلياً عن مقومات الفسيفساء التي تظهر في المآثر الرومانية. الفسيفساء انطلق كما قلت سلفا منذ قبل التاريخ، هو عبارة عن مكعبات، فالزليج أو الزليج المغربي هو عبارة عن قطع مختلفة تماما. نتحدث أنا شخصيا في دراسات متعددة قمت بها وجدت أكثر من 350 قطعة، لكل قطعة اسم، وأحيانا لكل اسم في تطوان مختلف لنفس القطعة في فاس. بالعودة إلى المعالم التاريخية لمدينة فاس، نعاين عن كثب في مدرسة العطارين أدق التفاصيل التي تكشف لنا عن مقومات الزليج المغربي بكل سجلاته. كل هذه العناصر نجد لها أوصافاً في أهم النصوص التاريخية، ولدينا كذلك أوصاف في النصوص التاريخية تبرز رونق هذا العنصر في العمارة التقليدية، في القصور، في مدافن السلاطين، في الجوامع خصوصا، ولكن بشكل أساسي نجده متجليا ومتنوعا في المدارس العتيقة. فيه شقين، الشق الأول هو الشق الظاهر، وهو الشق المرتبط بالمعمار بالعمارة، ويتجلى ذلك في مختلف أصناف العمارة المعروفة بمدينة فاس، من مساجد ومدارس وزوايا وأضرحة وبيوتات. يعتمد على أساليب كثيرة، منها التسطير، التوريق، الخط، الكتابات. نصوص المؤرخين والإخباريين عن فنون الزخرفة المعتمدة على الزليج المغربي تظل شاهدة على أصالة هذا الفن المعماري طيلة القرون الماضية. المؤرخ الكبير صاحب كتاب نحف الطيب المقري محمد بن أحمد المقري في كتابه نحف الطيب تحدث عن أشكال زليجية وسماه الزليجي. إذن يمكن أن نقول أن هناك مصطلحات كثيرة، هناك الزليج والزليج والزليجي، وهناك القشي والكشي والكشي. لدينا شهادة الحسن الوزان كذلك في كتابه وصف إفريقيا، يعني أسهب في ذكر محاسن هذا العنصر المعماري وفي أشكاله المختلفة. إذن أن الطراز المعماري المغربي يكاد يرتبط ارتباطا وثيقا بالزليج وكذلك بالجبس والخشب، خصوصا خشب الأرس. إذن هذوما الثلاث عناصر الكبرى المشكلة كوعاءات التي تشكل الزخارف المغربية. هذه المنطقة المغرب العربي كاملة، والأندلس كانت دولة واحدة، كانت دولة واحدة في هذه المرابطين، وكانت العاصمة عندهم في مراكش، والعاصمة ديالهم في الأندلس في إشبيلية، مرابطين ولا الموحدين. إذا نحن امتداد يعني الأندلس، كيف صرنا جبل الطريق، ولكن كان التواصل المعرفي والتواصل جميع النواحي. لقد شكل التواصل الحضاري الذي كان المغرب جسرا له في العصرين الوسيط والحديث على وجه الخصوص عاملا رئيسيا في تطور فنون الزخرفة الإسلامية المرتكزة أساسا على الزليج. في المدرسة المصباحية العريقة في فاس نعاين جملة من النماذج والأساليب الزخرفية. زوايا هذه المدرسة التي شيدها المارينيون في القرن الرابع عشر الميلادي تطلعنا عن قصة فن يمتد في عمق التاريخ. هذا الزليج هو فن، هو تاريخ، هو حضارة، هو تعبير على الإنسان المغربي، تعبير عن هذه الأصالة المغربية. ما هي هذه الأصالة؟ هذه الأصالة ارتبطت بهذا الإنسان في مختلف مجالات حياته. إذن كان هناك نوع من التخصص في مدينة فاس، وهذا التخصص أعطى مع الوقت خبرات مهمة جدا، وأصبح بعض المعلمين ينتجون في فاس، بل منهم من ذهب إلى مدن أخرى في المغرب وكون مدارس هناك، وبالتالي
المرجعية دائما في هذا الميدان كانت هي مدينة فاس العتيقة فيما يتعلق بالزليج المكون من القطع. من مدينة فاس نتوجه إلى مدينة تطوان في شمال المغرب. هذه المدينة العريقة شيدت في مراحل تاريخية متلاحقة، نواتها الأولى يرجع بناؤها إلى العهد المريني، لكن نهضتها العمرانية ارتبطت بالأندلسيين القادمين من غرناطة وباقي المدن الأندلسية في أواخر القرن الخامس عشر. لقد ورثت مدينة تطوان عن الأندلس رصيداً هاماً من أساليب العمارة السائدة في الأندلس، لكنها في الوقت نفسه احتضنت فنون الزخرفة والبناء المعروفة في فاس ومراكش وغيرها. لأن المؤسسين تطوان اللي بناوها من جديد في نهاية القرن 15 و16 كانوا علي المنظري واحد 300 الأندلسيين نساء ورجال وأطفال، إذا جابوا معهم هذه التقنيات، ولكن ماشي غير في هذه الهجرة الأولى، كانت هجرة ثانية وثالثة. إذا هاد الصناع الأندلسيين اللي هربوا من الاضطهاد المسيحيين واستقروا جابوا معهم واحد المعرفة كبيرة وبقات كتطور عبر القرون. الفلول الأولى من الأندلسيين الذين وصلوا قبيل سقوط غرناطة في نهاية القرن الخامس عشر جاءوا يعني أسرا أغلبها ضل يعني تركت ممتلكاتها ويعني وكل ما تملك في الضفة الأخرى، وصلت هنا وقامت بتشييد أو إعادة بناء مدينة تطوان. فكانت بناية الأولى بناية بسيطة جدا، نتحدث عن بناية القرن الخامس عشر، نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر. مع توالي الهجرات الأندلسية كان لابد من تصوير المدينة وإقامة الدعامات الدفاعية لحمايتها من الأخطار المحتملة. هكذا استمرت عمليات البناء والتشييد في مدينة تطوان، وصاحبها إنشاء الدور والمرافق الحيوية من المنشآت الدينية والمدنية والعسكرية وغيرها. فكان لهذا التطور التاريخي وقع خاص على مختلف أساليب العمارة والتزيين، خاصة في نهاية القرن السادس عشر. مع نهاية القرن السادس عشر بدأت تظهر الإرهاصات الأولى للزليج بقطع صغيرة جدا. فأفنية المنازل في تطوان كانت إما معدة بما يعرف بقطع آجورية كبيرة، ما يعرف عندنا هنا بالماسيسو، وفيما بعد تحولت إلى قطع مثمنة وسداسية تعرف هنا أيضا بالمزهري، ودخل لأول مرة اللون يعني اللون الأخضر في المنازل، وهو عبارة عن قطع مثلثة تسمى العظم هنا في تطوان، يعني نقول المزهري بالعظم. الهندسة المعمارية كاين مثلا البناء وكاين الزخرفة. الزخرفة الإسلامية موجودة في المساجد، موجودة في الزوايا، موجودة في السموعات، موجودة في المنازل الخاصة. من نماذج العمارة الدينية التي اهتم بها سكان تطوان الأوائل نجد المسجد الأعظم المعروف عند أهل المدينة باسم الجامع الكبير. حظيت هذه المعلمة الحضارية باهتمام السكان المحليين، فكانت كل أساليب الزخرفة الإسلامية حاضرة في هذه المرحلة كامتداد للمراحل السابقة. هي استمرار من حيث المبدأ والتقنية، على أساس أن القطع صغيرة نرتبها لتعطينا أشكالا معينة، غالبا ما تكون هندسية في العمارة الإسلامية، لأن العمارة الإسلامية ما فيهاش تصوير الإنساني أو الحيواني أو مناظر الطبيعة على كل حال، ولكن في المبدأ ديال وضع القطع الصغيرة بشكل من الأشكال حتى تعطينا الصورة مكتملة، يعني هو فيه واحد نوع من الاستمرارية أكيد. على كل حال هو التطور البشري من حيث التقنيات هو يؤمن بمبدأ التراكم،
الزليج من أولى مقوماته يقوم عليك عملية التسطير. عليك أن تتعلم فن التسطير قبل أن تتعلم فن الزليج، لأن التسطير هو الأصل. وإذا كان التوريخ في منطقة كازاخستان وإيران وتركيا حاليا التوريخ هو الأصل، ففي المغرب التسطير هو الأصل. عند الولوج إلى الدور التقليدية الأصيلة في مدينة تطوان خاصة المشيدة في القرنين السادس عشر والسابع عشر، نتعرف عن قرب عن أهم المقومات الجمالية والفنية للزخرفة المغربية والأندلسية. المنزل التطواني يعني يختلف بما في ذلك الزلاج اللي فيه. مثلا في القرن 16-17 كان أقل قليل، في القرن 19 و20 الزلاج احنا كنشوفوا في الأرض وفي الحيوط وفي في 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 السهريج وكذا. علاش؟ لأن بعض العائلة التطوانية النخبة الغنية غنات واستثمروا ديك الفلوس ديالهم في البناء هاد المنازل والقصور. استقبلت مدينة تطوان مباشرة بعد العقود الأولى لسقوط غرناطة سنة 1492 للميلاد أفواجا من السكان، سواء القادمين من الأندلس أو من باقي المدن المغربية، فكان لهذا التنوع السكاني الأثر الواضح على فنون الهندسة المعمارية وعلى أساليب الزخرفة المتنوعة. في القرن 17 والقرن 18 خصوصا كانت هناك تطورات كثيرة همت الزليج، خصوصا في الأشكال. أصبحنا نجد مساحات كبيرة جدا يعني يشملها الزليج بأشكال معقدة جدا. نتحدث عن أيقونة الهندسة المغربية الأندلسية المتمثلة في الزليج المغربي. طبعا الزليج المغربي معروف لدى المغاربة وغير المغاربة بأنه هو الزليج الفاسي، ولكن هناك زليج آخر سطع منذ أكثر من 5 قرون وهو الزليج التطواني، لأن طريقة صناعته مختلفة تماما وشكلا ولونا عن الزليج الفاسي. الزليج التطواني بدأت إرهاصاته الأولى بطبيعة الحال في تطوان بطبيعة الحال، وهو ذو جذور أندلسية. إذا تحدثنا عن الزليج الفاسي فهو ذو جذور مغربية قحة، فإن الزليج التطواني جذوره أندلسية وطبيعة صناعته أندلسيته خالصة. تطور وظهر في الأندلس ثم اندثر في الأندلس واستمر في مدينة فاس، ولعل أهم معلمة يمكن أن نشير إليها في الأندلس هي قصر الحمراء. الآن قصر الحمراء كل عمليات الترميم التي تقام في قصر الحمراء في الزليج وفي غيره في الجبس والخشب المعماري يلزمها صناع تقليديون مغاربة. بصمات الصناع المغاربة في فنون الزليج لا تزال حاضرة في مختلف أرجاء قصر الحمراء في غرناطة الإسبانية. لقد كان المغرب الوعاء الذي تطورت واستمرت فيه هذه الفنون الزخرفية. حتى في إسبانيا اليوم نتحدث عن الإصلاحات التي تحصل اليوم في قصر الحمراء، فالمغاربة الذين يقومون بإصلاحات بل هم الذين ينتجون. لهذا قصر الحمراء هو مزيج من الزليج التطواني والفاسي في صناعتين، وهذا شيء لا يعرفه إلا القليل. فهو صناعة يعني مغربية خالصة متمثلة في الزليج الفاسي وصناعة أخرى الزليج التطواني. وخلال فترة الحماية غير ما مر الفنانين والحرفيين المغاربة قاموا بإصلاحات، بل أنهم هم الذين أنشأوا يعني رواق المغرب في إشبيلية، الرواق الأول الذي يعود لسنة 1929. في إشبيلية الأندلسية يقف الزائر اليوم أمام بناية الرواق المغربي التي يعود تاريخ بنائها إلى حوالي قرن من الآن. الحكومة الإسبانية كلفت الحاج عبد السلام بن نونة باش يبني الرواق المغرب في إشبيلية في شكل منزل تطواني، وخلال سنة عبى ما المعلمية من تطوان بما في ذلك الزليجية وبناوا هذا الدار. هذه هذا الدار الآن هي يعني جزء من الإدارة العمومية إشبيلية. نعود إلى مدينة فاس للوقوف عند استمرارية حرفة الزليج المغربي
بكل مراحل إنتاجه. لقد توارث الحرفيون المغاربة أصول هذه الصنعة منذ ظهورها الأول في عهد الدولتين المرابطية والموحدية. هذه الحرفة كانت بالنسبة لمدينة فاس على سبيل المثال كانت موجودة في حي كبير جدا في بداية الأمر داخل الأسوار، ثم أصبحت فيما بعد خارج الأسوار. حي الفخاري مثلا في عدوة الأندلس كان يأخذ حيزا كبيرا من هذه العدوى، وكان لها تخصص ورشات كبيرة ومتعددة لصناعة كل ما هو مرتبط بالطين، من ضمنها الزليج. إذن عندنا الفخار وعندنا الزليج وعندنا القرمود وعندنا حتى اللبن المشوي، كلها يعني منتجات حرفية موجهة للبناء التقليدي ولكن أصلها مصنوعة من الطين. تضم مدينة فاس حالياً عدداً هاماً من الورشات الحرفية المتخصصة في تطويع الطين وإنتاج كل أنواع الزليج، خاصة الزليج الفاسي بخصائصه الحرفية والجمالية المتعددة. إذا كانت مزاولة الحرف الفخارية قد ارتبطت بمختلف الشعوب والحضارات، فإنها في المغرب وفي مدينة فاس لم تكن مجرد حرفة يدوية، بل تجاوزت الأمر لتصبح علامة مميزة ذات طابع فني وثقافي. الزليج عبر التاريخ يعني تنشوفوا مجموعة ديال الدول اللي كانت كتستعمل الزليج، ولكن الخاصية الأولى والثانية ديال مدينة فاس هو أنه الصلصال ديال مدينة فاس. الصلصال ديال مدينة فاس ما يمكنش نهائيا أي صلصال يتهرس بالمنقاش. صانع تقليدي بعد ما تنزل الجليجة فوق هذاك المنقاش تيمكن لها تهرس كلها إلا ما كانش طين تيطاوع صانع تقليدي باش أنه يخرج الفرماء اللي يبغى. كل قطعة من هذه القطع لها اسم، ولما تجتمع هذه القطع تعطي اسم آخر. فنحن أمام ثقافة، نحن أمام ثراء، نحن أمام غنى لا يوجد في مكان آخر. إذا كان المغرب يتميز بكونه احتفظ على فن الزليج وحرفة الزليج إلى الآن، وفاس بصفة خاصة، تطوان أيضا، فبالإضافة إلى ما نراه في المعالم وفي الآثار وفي المعمار وفي البيوتات، فهو أيضا يخفي جانب آخر مرتبط بالثقافة المرتبطة بهذه الحرف. في مختلف الأوراش الحرفية المتخصصة في فنون الزليج بمدينة فاس، يواصل الحرفيون المغاربة إنتاج إبداعاتهم في هذا الفن العريق. يعكف هؤلاء الصناع على تطويع مادة الصلصال، ويحرصون على احترام التفاصيل الدقيقة في مراحل الإنتاج المتعددة. يتحدث الباحثون في مجال التراث الثقافي عن الحرفة الفنية التي تم تأسيس أصولها وقواعدها عبر مدارات التاريخ. كان هناك نوع من التخصص في مدينة فاس، وهذا التخصص أعطى مع الوقت خبرات مهمة جدا، وأصبح بعض المعلمين ينتجون في فاس، بل منهم من ذهب إلى مدن أخرى في المغرب وكون مدارس هناك. وبالتالي المرجعية دائما في هذا الميدان كانت هي مدينة فاس العتيقة فيما يتعلق بالزليج المكون من القطع، وده شيء مهم جدا. والمطلي يعني بطبيعة الحال ببعض المواد ذات البريق والتي تخضع لمراحل مضبوطة جدا التي من شأنها أن تعطينا جودة ما يعرف بالزليج الفاسي. إذن هذه المعارف وهذه التقنيات وهذه الخبرات كانت تتوارث جيلا عن جيل. هذه الحرفة كانت منظمة وكانت تنبني على أسس وعلى تنظيمات جد دقيقة. ثم أن الحرفيون الزليجية عندهم واحد ثقافة خاصة بالحرفة. حرفة الزليج تدخل ضمن ما هو معروف بالحرف حرف البناء التقليدي. وأكيد أن هذه الحرفة كما قلنا ظهرت منذ القرن الثاني عشر الميلادي واستمرت وتطورت في المغرب.
إذا كان هناك إقبال عليها وكانت هناك محاولات لتطويرها وتطوير التقنيات والمعارف المرتبطة بها. ممارسة حرفة الزليج حسب المتخصصين في المجال لا تعكس إنتاجاً حرفياً فقط، بل هو كذلك جزء لا يتجزأ من صيرورة أنثروبولوجية لها رصيد هام من الخبرات والمعارف. إذا نحن نظرنا إلى فن الزليج كحرفة ويشير إلى نوع من التنظيم، من الناحية الأنثروبولوجية يمكن أن نتناول هذا الموضوع، تنظيم محكم ودقيق به أناسه به مشتغلوه، وكل فئة من فئات التي تشتغل بحرفة الزليج لها وظيفة معينة، لها أساليب في العمل تختلف ودقيقة جدا وفيه تخصص. هذه المنتوجات من فنون الزليج المغربي بلمساتها المعاصرة تحمل في طياتها مقومات الموروث الثقافي والفني، وتعكس في الوقت نفسه أبعادا فنية وجمالية أساسها الأشكال والألوان. الألوان كاين ابتكارات بالنسبة للصناع التقليديين أنهم تيجتهدوا باش يجيبوا ألوان، أولا ألوان تتكون طبيعية وتيخلطوا لون بلون باش أنه يخرجوا الألوان اللي بغاو. هنا تنوصلوا تقريبا بالاجتهادات ديالنا شحال هذه كانوا واحد 10 ولا 8 ديال الألوان هما اللي كاينين، دابا تنوصلوا حتى 60 لون يعني بالاجتهادات ديالنا. إذا ألوان طبيعية، ألوان طبيعية تنجيبوها من الحجر طبيعي. في ورشات عين النقب بمدينة فاس ينتج الصناع المغاربة العديد من النماذج المعتمدة على الزليج. لم يعد هذا الفن مقتصراً على العمارة وأساليبها، بل أصبح مكوناً من مكونات الإنتاج الحرفي باستعمالاته المتعددة. لم تكن هذه الإنتاجات الحرفية وليدة الصدفة، إنها خلاصة من قرون من الزمن من الممارسة والإبداع. فمختلف الحواضر المغربية ضمت المئات بل الآلاف من أوراش صناعة الزليج المغربي. أكبر عدد من الأوراش لا زالت توجد في المغرب، يكفي أن نقول في مدينة فاس هناك أكثر من 3000 ورشة وتعاونية والعشرات بل الآلاف من الأشخاص الذين يشتغلون في هذه الحرفة، وهذه الحرفة من الحرف التي صمدت. أنتم تعلمون جيدا بأنه في المغرب يعتبر مملكة الحرف والصنائع، كانت في أكثر من 415 حرفة، اليوم نتحدث فقط على 135 حرفة من بينها الزليج. والزليج يعني بلمساته اليوم الجديدة الذي بتلك اللمسة المعاصرة. يحترم الحرفيون المغاربة التقنيات المتوارثة ويحرصون على توظيف الخبرات والمعارف المكتسبة في إنتاج أنواع الزليج المغربي. فالحرفة تتأسس على جملة من القواعد والمراحل المعينة ينبغي احترامها في إطار التخصص الحرفي. إذا كان هناك نوع من التخصص في مدينة فاس، وهذا التخصص أعطى مع الوقت خبرات مهمة جدا، وأصبح بعض المعلمين ينتجون في فاس، بل منهم من ذهب إلى مدن أخرى في المغرب وكون مدارس هناك، وبالتالي المرجعية دائما في هذا الميدان كانت هي مدينة فاس العتيقة. في البيوت القديمة لمدينة فاس تتجلى آيات الإبداع الحرفي في مجال الزليج المغربي والفاسي على وجه التحديد. ومن دار إلى أخرى ومن رياض إلى آخر تختلف الألوان والأشكال والزخارف، لكن الأسس الحرفية تظل واحدة. إننا أمام سجلات لا متناهية
من العناصر الهندسية بحمولتها الحضارية والفنية والجمالية. الموضوع الرئيسي بالنسبة لزليج فاس هو الموضوع الهندسي، التشكيلات الهندسية، لأن الكل ينطلق من وسط السجل من خلال نجمات بثمانية أو أكثر، ثم ينطلق منها من خلال التماثل القطع، يعني أن سجل كبير جدا لابد أن يكون له مركز يقسم على قطع كبيرة، وداخل كل قطعة يجب أن تكون هناك تماثل لكل قطعة مع الأخرى لكي نصل في النهاية إلى سجل كبير يبدو للمشاهد أنه معقد جدا، ولكن بالنسبة للذي صنعه يعرف من أين ينطلق وأين ينتهي. نعود مجددا إلى مدينة تطوان، والهدف هذه المرة الوقوف عند التمايز القائم بين أسلوبي الزليج الفاسي والزليج التطواني، فالمدينتان معا ساهمتا في الحفاظ على مزاولة هذا النشاط الحرفي الأصيل وعلى أسسه وقواعده الفنية والجمالية رغم وجود اختلاف بين الأسلوبين. الاختلاف قائم اولا في التربه، فالتربه تطوان هي تربه مشبعه بثاني اكسيد الحديد عكس تربه فاس. تربه فاس موجوده في فاس، ولكن لهذا المراكشيون والسلاويون والرباطيون وغيرهم عندما يصنعون الزليج، وهناك في مراكش عشرات من اوراش الزليج، ولكنهم ياخذون القطع من فاس، بينما تطوان تنتج زليجها بنفسها. الاختلاف طبيعه الحال كاين في المواد الاوليه، الطين في فاس ليس هو الطين في تطوان. هذا عامل مهم جدا. لذا التقنيه فين كاين الاختلاف ما بين الزليج فاس الفاسي والتطواني، وهو في طريقه التقطيع والطهي، فهذه المرحلتين فقط. داخل هذه الورشه المتخصصه في انتاج الزليج التطواني يمكن للزائر معاينه اهم المراحل الاساسيه التي تمر منها عمليه الانتاج، انطلاقا من إعداد الطين ومرورا بإنتاج أحجام القطع المستعملة في صناعة الزليج. إذن أول اختلاف موجود في حجم القطع المكونة للسجل من الزليج. إذن القطع ديال السجلات أو التشكيلات الفازية هي قطع صغيرة جدا، وانتظامها في شبكات معينة يعني بمرجعية هندسية حسابية هي التي تعطي تلك السمعة لزليج فاس، يعني تشكيلات معقدة ولكن من خلال وضع قطع صغيرة جنبا إلى جنب لكي تعطينا في نهاية المطاف تلك السجلات الكبيرة. أظن أنه القطع الزليج في تطوان تكون أكبر حجما نوعا ما. كيفما كانت سلسلة ومراحل الإنتاج لهذا النوع من الزليج، فإنه في نهاية الأمر يظل رمزاً من رموز الثقافة المحلية والحرف الأصيلة في مدينة تطوان. الزليج التطواني هي هوية يعني خاصة لمدينة تطوان، واحد الهوية جماعية كتحمل في الطيات ديالها الأصالة والإبداع ديال الحرفي التطواني، فيمتاز هو بالألوان مختلفة، يمتاز عن باقي الزليج مثلا ديال فاس. فالزليج التطواني هو كيتميز في التقنيات ديالو وفي طريقة الاشتغال ديالو وبالفنون ديالو. طريقة الاشتغال الخاصة بهذه الحرفة المعمارية والزخرفية لا ترتبط بالحرفيين من الرجال فقط، لقد أخذت المعلمات من النساء مكانتهن في هذا النوع من الإنتاج الحرفي والفني خلال العقود الأخيرة.
داخل هذا الرياض التطواني الذي خضع لعمليات الترميم والإصلاح، تمت الاستعانة بخبرات المعلمات في مجال الزليج بهدف المحافظة على الخصائص المعمارية والزخرفية التي تطبع المنزل التطواني منذ القرون الماضية. ما كاينش شي دار في مدينة تطوان ما تلقاش فيها الخاصة، ما تلقاش فيها في الحمام، ما تلقاش في الكولوار. فالمدينة العتيقة ديال مدينة تطوان التميز ديالها هو الزليج التطواني، وبقوا لحد الآن أنه في المعمار ديال مدينة تطوان كتلقى فيها داك واحد الجزء من الزليج التطواني. حرصت مجموعة من الفعاليات من المجتمع المدني بمدينة تطوان على إعادة الاعتبار إلى عدد من المنازل والدور التقليدية داخل المدينة العتيقة، وتميزت كل العمليات بإبراز كل الخصائص الثقافية والجمالية لهذه المعالم بالاعتماد على عنصر الزليج بكل تقنياته الحرفية. التقنية ذات الصناعة ما تغيرتش من القرن 17، ولكن يمكن الألوان تبدلوا والأشكال الهندسة المعمارية. يمكن نقولوا أن الزلاج الأندلسي تطور بشكل جديد في تطوان، هذا النمط بالخصوص، فحال كيف النمط الزلاج الفاسي عاود تطور بأشكال أخرى في مراكش وفي الرباط وفي فاس وفي مكناس وفي عدد من المدن المغربية. للإحاطة بكل العناصر الثقافية والجمالية والفنية التي تميز العمارة التقليدية في مدينة تطوان، يعمل هذا المركز على التعريف بالأساليب الزخرفية المرتبطة بحرفة الزليج وبمراحل تطورها طيلة 5 قرون. تقوم الوظيفة الأساسية لمركز تراث تطوان على توثيق أبرز القطع من الزليج وتقديمها للزوار من الباحثين والمهتمين والسياح، وذلك بعد دراسة مختلف جوانبها التراثية والفنية والتقنية. قيام بالعشرات بالمئات من الرفوعات الهندسية لجميع الدور الموجودة في تطوان. نحن وصلنا إلى عدد كبير، تجاوزنا 500 منزل. نتحدث عن مدينة متوسطة كتطوان اللي هي في حدود 53.5 هكتارات، ويوجد فيها حوالي 3000 إلى 4000 منزل. نتحدث على المستوى السفلي وليس على المستوى العلوي. فبالتالي نحن قمنا بعملية عملية التوثيق كل ما هو له علاقة بالجانب الجمالي والفني والمعماري. من المشاريع الهادفة إلى إعادة الاعتبار إلى الزليج التطواني وإلى الهندسة المعمارية الأصيلة بمدينة تطوان، نجد مشروع 5 منازل 5 قرون كمبادرة تسعى إلى صيانة مختلف العناصر المكونة لهذا الموروث الثقافي. داخل المركز نتعرف على أهم الخصائص الهندسية والمعمارية والزخرفية لفنون الزليج التطواني. نعود نحافظوا على ترميم الزليج المغربي الأصلي، سواء كان زليج في تطوان أو في الرباط أو في فاس أو في مكناس أو في مراكش. حسب الدراسة التي قمت بها، أكثر من 63 قطعة معنى النسل المغربي لا يشبه الفوسي بيسا، فهو ليس فوسي بيسا. في الآونة الأخيرة عملت مبادرات المجتمع المدني المحلي بتطوان على طرق أبواب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، قصد إيلاء العناية المناسبة بهذا الموروث الحضاري المغربي. الترافع على القيمة الثقافية والتراثية لفن الزليج
تظل هدفا رئيسيا لمثل هذه المبادرات. أول مرة اليونسكو تعطي دعما لوزارة الصناعة التقليدية دعما لإنقاذ هذه الحرفة، وهذا اعتراف ضمني لليونسكو بأن الزليج مغربي حرفة مغربية خالصة بطبيعة الحال. نحن في المراحل الأولى ولا ليس الأخيرة للاعتراف به تراثا عالميا لا ماديا وماديا، لأننا نتحدث عن الصناعة ونتحدث عن القطع الأشكال. فهذا من خصائص الزليج أنه يمكن أن يتم ترتيبه أو الاعتراف به تراثا ماديا ولا ماديا في نفس الآن. هذا جانب من المركب المندمج للصناعة التقليدية بتطوان، بناية حديثة مشيدة وفق خصائص الهندسة المغربية الأصيلة، وتعكس الحرص الكبير على حفظ عناصر الزليج التطواني، خاصة على مستوى التكوين المستمر لجيل من الحرفيين الشباب. الوزارة دارت واحد برنامج الحفاظ على الحرف المهددة للاندثار وحمايتها. في هذا الإطار هذا تم ما بين الوزارة وما بين اليونسكو باعتبارها منظمة كتحافظ على الموروث الثقافي وكتصونه، واحد اتفاقية تبرمت سنة 2022 28 نوفمبر، على إثرها يعني تمت الانطلاقة ديال التكوين من أجل تفعيل هذه الاتفاقية. برنامج الشراكة بين وزارة الصناعة التقليدية ومنظمة اليونسكو يهدف إلى نقل الخبرات والمعارف الحرفية إلى جيل من الشباب لضمان استمرارية الممارسة الحرفية للزليج التطواني بشكل خاص والمغربي بصفة عامة. تتعاقب القرون والسنوات ويتواصل الاهتمام المتزايد بفنون الزليج المغربي والتطوان خصوصا جيلا بعد جيل. داخل هذا المحترف يستمر المعلمون الرواد في تلقين مختلف المعارف والتقنيات المرتبطة بفن الزليج، بأن المهارات والمعارف والتقنيات المرتبطة بحرفة الزليج تدخل ضمن التراث اللامادي. ومعروف على أنه التراث اللامادي لديه مفاهيم مؤطرة كذلك موجودة في اتفاقية التراث العالمي سنة 2003 لا تشبه بتاتا مفاهيم مؤطرة للتراث الثقافي المادي. كنلقاو حنا هناك تزايد على التوافد ديال الزبناء على الصناعة التقليدية بالخصوص الزليج. فالواجهة اللي هي أساسية عندنا كيتم التصدير ديال هذا المنتوج هي الولايات المتحدة الأمريكية رقم واحد، ودول الخليج وكندا، يعني بامتياز كيتم تقريبا بشكل مستمر تصدير لهم الزليج المغربي بصفة عامة، ماشي غير التطواني وإنما المغربي بأكمله. يعني أعطى واحد الصيت الحمد لله على المستوى الدولي. يوما بعد يوم يتزايد الطلب العالمي على منتوجات الزليج المغربي التي أصبحت حاضرة في كبريات المدن والعواصم العالمية. هناك تصدير لهذا المنتوج في بعض المطاعم هناك في أوروبا، وهناك
بعض المساجد التي تبنى حول العالم وقطع الزليج المغربي موجودة فيها في أمريكا اللاتينية وفي أوروبا وفي أفريقيا وفي أسيا، يعني مجموعة من المساجد التي بنيت في السنين الأخيرة يعني فيها هذا الطراز المغربي الموجود على الخشب وعلى الجص وعلى الزليج كذلك. وبالتالي الزليج معروف لدى الكثيرين على أنه مغربي وتشكيلاته مغربية، وبإمكان أي كان أن يطلبه من أوراش مدينة فاس على الخصوص، وأن يتمكن منه وأن يضعه في المكان الذي يشاء. وبالتالي هذا أمر محسوم فيه، والثقافة المغربية متجدرة ومتجددة، وموجود الفاعلون فيها موجودون، والذين باستطاعتهم أن ينتجوا كل ما يدل على ما هو مغربي موجودين الحمد لله. وهذا يعني من دواعي الافتخار يعني بالنسبة للمملكة المغربية الشريفة. إلى مختلف بقاع العالم وإلى القارات الخمس يسافر الزليج المغربي انطلاقا من الحواضر المغربية، ليحمل إلى الإنسانية جمعاء ملامح الخصوصية المغربية التي تشكلت عبر قرون من التاريخ. الزليج المغربي يعني غزا العالم بطبيعة الحال، لا يمكن أحدا أن يعني يحاول أن يقوم بالنيل من الزليج المغربي. فالزليج المغربي هو صناعة خالصة. يوما بعد يوم يتزايد الطلب العالمي على منتجات الزليج المغربي التي أصبحت حاضرة في كبريات المدن والعواصم العالمية. إن حكاية الزليج المغربي ليست قصة ممارسة حرفية توارثتها الأجيال منذ مئات السنين، بل هي جزء لا يتجزأ من ذاكرة الحضارة المغربية، ورمزاً من رموز الإبداع والتراث المغربي المتجذر في عمق التاريخ.